اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونهنئ مراجعنا العظام العدول ونهنئ المؤمنين كافة بذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحقيقة قبل الدخول في محاور هذه الحلقة لم يكن في البال ان نتكلم حول الامام المعصوم الثاني عشر منقذ البشريه ولكن تاخذنا الرهبه والهيبه وياخذنا العشق الالهي لهذا المنقذ حتى نصرف هذه الدقائق في الحديث عنه. نستطيع ان نعنون محور هذه الحلقه بالفهم المغلوط للفرح بميلاد الأئمة أو في أفراح الأئمة صلوات الله سلامه عليهم طبعا الشيعة عزهم الله معروفون بأنهم يفرحون بكل مناسبات الفرح التي تدخل السرور على قلب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه واشد حالات الفرح التي تدخل على قلب المعصوم هو ولاده المعصوم الذي يليه حتى يستمر نسل هذه العتره الطاهره وحتى يكون الوعد الالهي منجز بحقهم فلا تخلو الارض من حجه قائم اما ظاهر وإما غائب الشيعة عزهم الله في هذه الليالي يدخل عليهم الفرح من كل جهات الأرض ومن كل أصوابها يدخل عليهم الفرح للاحتفال بذكرى ميلاد من تنتظره البشرية جمعاء لا اختصاص لديانة دون ديانة ولا اختصاص لمذهب دون مذهب ولا اختصاص لمخلوق دون مخلوق كل المخلوقات المستشعره حتى التي لا يشعر الانسان بانها ناطقه او بانها مستشعره كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تنتظر هذا المولود الذي سينقذ ما خلقه الله من اجل السير الى مرضاته طبعا في هذه الايام دعوه الى جميع المؤمنين لاحياء هذه الليله ولكن احياؤها بما يرضي الامام وبما يرضي الله جل وعلا هناك بعض المفاهيم بعض الفعاليات لنعبر عنها الفعاليات التي قد يندفع المؤمن نتيجه شوقه لامامه لولاده امامه لولاده منقذه شوقه لهذا الامام شوقه لدخول الفرح على قلب النبي صلى الله عليه واله وعلى قلب المعصوم وعلى قلب الزهراء وعلى قلب امير المؤمنين شوقه لادخال الفرح على جميع الملائكه المقربين من الله جل وعلا فيعبر عن هذا الفرح يعبر عنه باشياء قد يكون في محط الانتقاد من القبل الاخرين نعم جميع وسائل الفرح المشروعه متاحه للمؤمنين في هذه الليله وفي كل ليالي الافراح التي يفرح بها الائمه، لكن ابليس لعنه الله قد يتصيد في المياه العكرة ويدب الى داخل الانسان دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فيوهم الانسان يوهم المؤمن بانه ان هذا الفعل مباح له وانه غير منهي عنه وذلك الفعل ايضا مباح له وغير منهي عنه فيقع مثالا للذين يحسبون ان الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. ايها المؤمنون نحن في ليال قد عظمها الله جل وعلا. في ليال قد اذن الله بان تفتح جميع ابواب السماء حتى يناجي المؤمن ربه حتى يخاطب المؤمن امامه حتى يطمح المؤمن فيجد في هذه الليالي ما يلبي رغبته ما يحقق طموحه ما يشوقه الى محبوبه الذي لولا وجوده لمات المؤمن مدى. نبارك للمؤمنين هذه الايام هذه الليالي هذه الساعات ونسال الله ان يجعلهم من المنتظرين للفرج بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا الحديث عن الامام المعصوم وبالخصوص الحديث عن الامام الثاني عشر الامام الذي قد تسلم راية الإنقاذ للبشرية الذي تشتاق له جميع المخلوقات الحديث عنه لا يمكن أن ينحصر بكلمات معدودة قلنا سابقا ونقولها مرارا وتكرارا أننا إذا أردنا أن نتحدث عن شيء لا تدركه العقول كالحديث عن معصوم عليه السلام هذا المعصوم الذي لا يعرفه إلا الله والمعصوم الذي يسانخه في الخلق هذا الحديث نعم لا نستطيع أن نصل إلى مراحل الرقي إلى مراحل الفهم العالي لمعرفة المعصوم ولكننا نستطيع أن نفهم المعصوم بما تكلم به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الكلام حول الامام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، انقل لكم روايه عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حقيقه هذه الروايه اذا تمعن بها المؤمن وجد نفسه قد كان بعيدا عن محل الانتظار ولكنه متامل لان يصل الى مرتبه المنتظرين. انظر اسمع ايها المشاهد ايها المؤمن اسمع بقلبك قبل اذنك اسمع ماذا يقول الامام حول غيبه الامام الثاني عشر تلك الغيبه التي نعاني ما نعاني بسببها يعاني المؤمنون في مشارق الارض ومغاربها بسبب غيبه ولي امرهم بسبب غيبه امامهم هذه الليالي ليالي فرح ولكن لا بد ان تقام فيها الفرح بما يرضي الله جل وعلا اسمع ايها المؤمن هذه الروايه التي ينقلها لنا المفضل ابن عمر وابو بصير وابان ابن تغلب هؤلاء الثلاثه من اشد المؤمنين من اشد الشيعه قربا من الائمه، بعضهم يقول عنهم الامام لولاهم لما حفظ تراث ابي، لما حفظت الروايات ولما وصلت الى الشيعه في هذه الازمان، يقولون هؤلاء الثلاثه دخلنا على مولانا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لنتمعن في الحاله التي يكون فيها الإمام وهو يذكر الإمام الغائب مع أنه في ذلك الزمن لم يولد بعد ولكن الإمام الصادق لأنه معصوم يستشعر الحال بحقيقتها يستشعر ما يؤول إليه الوضع لو غاب الإمام عن أعين وعن الظهور بين شيعته يقولون دخلنا على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فرأيناه جالساً على التراب بأبي هو وأمي هذا الإمام الذي كرمه الله جل وعلا فجعله أفضل مخلوق على وجه الأرض أفضل مخلوق خلقه الله جل وعلا جعل جميع المخلوقات إنما خلقت لأجله تجده في تلك الحالة قد جلس على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين يعني ملابس يظهر من خلالها ان هذا الشخص المرتدي لهذه الملابس قد نزلت به مصيبه كبيره فشدها عن ترتيب او عن تنظيم ما يرتديه من ملابس يقول وهو يبكي بكاء الواله الثكلى جالس على التراب ملابسه تدل على انه في حاله من المصيبه وهو يبكي بكاء الواله الثكلى الواله الذي اشتد حزنه معنى الواله الذي اشتد حزنه حتى كاد ان يفقد عقله يعني قد المصيبه كانت كبيره بحيث الإمام سلام الله عليه جالس في حاله وهو يبكي بكاء الواله الذي اشتد به الحزن الثكلة التي فقدت ولدها الوحيد ذات الكبد الحرة قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وأبلى الدموع محجريه وهو يقول يخاطب الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول له سيدي الامام الصادق يخاطب حفيده يقول له سيدي غيبتك نفت رقادي غيبتك بمجرد ان تصورت انك سوف تغيب عن هذه الامه خلاص ما صار ما صرت اجد الراحه في الرقاد بحيث نفت رقادي ما كنت ارقد وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحه فؤادي سيدي غيبتك اوصلت مصابي بفجائع الابد وفقد الواحد بعد الواحد يفنى الجمع والعدد فقال سدير فاستطارت عقولنا سدير الراوي يقول لما راينا الامام بهذه الحاله استطارت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخط وقلنا له لا ابكى الله لا ابكى الله يا ابن خير الورى عينيك ما من اية حادثه تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك واي حاله حتمت عليك هذا المأتم وكان الامام في مأتم غيبة الامام كانت للإمام المعصوم مأتم، قال: فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتدت عنها خوفه، وقال: ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا يوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه واله والائمه من بعد عليهم السلام وتاملت هنا الفاجعه هنا الفاجعه يقول وتاملت منه مولد قائمنا الله اكبر القائم لم يولد لكن الامام يحس بمرارتي وحزونتي و مصيبة فقد الإمام بين ظهراني شيعته فيقول: وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني الولاية فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان إذا غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه سبب أحزان المؤمنين لأن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه سبب أحزان الإمام المحصوم صلوات الله وسلامه عليه لهذا المؤمنون لانهم يشعرون بحزن الامام لغيبه الامام يفرحون لفرح الامام بمولد الامام ولكن على المؤمنين ان يستشعروا ان الامام ما غاب تلك الغيبه الطويله الا بعد ان تفاقمت ذنوب المؤمنين الا بعد ان اشتدت الذنوب الناس الا بعد ان تطورت معاصي الخلق فغاب الامام عنهم حتى وكانه وكانه يعطي للناس فرصه اخرى لتصحيح مسار حياتهم ومعيشتهم فتسير نحو مرضاه الله جل وعلا فيكونون اهلا لظهور الامام بين ظهرانيهم ويتمتعوا بنور وجهه المبارك وببركات وجوده بينهم ايها المؤمنون اذا اخطا اسلافنا بتعمد المعصيه وارتكاب الاثم والابتعاد عن الطاعه غفر الله لهم فكانت تلك الحاله منهم سببا في غيبه مولانا صاحب العصر والزمان فليكن تصرفنا في هذه الايام في ايام مولده صلوات الله وسلامه عليه فلتكن طاعة لله نعم لتكن طاعة لله وعهدا منا له باننا لن نعود الى ما كنا عليه سابقا بل سنكون ممهدين منتظرين لظهوره المبارك حتى وكأننا نستشعر بقرب ظهوره فلا ننجرف مع اهواء الابالسه والشياطين. ايها المؤمنون هذه الايام ايام مباركه، ايام كما قلنا فتح الله لنا بها كل الابواب. هي دعوه للاحتفال بمولد الامام المعصوم الامام الغائب الحج صلوات الله وسلامه عليه ولكن احتفال فيه مرضات الله جل وعلا ومرضات المعصوم عليه السلام ليس الدعوه لان نرتكب والعياذ بالله وان كانت بعيده حقيقه وان كان البعض الان قد يتصور البعض انه نحاول أن ننقل فد صورة سوداوية ننقل صورة غير مشرقة في هذه الأيام بالعكس نخرج من الروتين اللي نقول به المؤمن له عند الله شأن عظيم هذا الشأن الذي وضعه الله جل وعلا في المؤمن لا بد ان يراعي المؤمن من اعطاه هذا الشان حتى يكون فعلا اهلا له الله اكرمنا نحن الشيعة اكرمنا بان جعلنا من المنتظرين لظهور الامام لو قارنا بين الناس او الخلق قبل البعثة النبوية والخلق قبل ظهور الإمام قبل البحث النبوية الناس ما كانت منتظرين وجود نبي صلى الله عليه وآله لم يكن منتظرين لوجود نبي كل أمة تقول بأنه سيوجد نبي وسنقوم نقوم باتباعه لذلك كانوا يذهبون يمينا شمالا شرقا غربا غير منتظرين أما المؤمنون الآن فهم يعلمون علم اليقين غير مشككين الا من في قلبه مرض غير مشككين يعلمون علم اليقين ان هناك فرج قريب وانهم في حاله الانتظار هم اسمى وارقى ممن كان مع النبي صلى الله عليه واله وببشاره النبي صلى الله عليه واله لهم نعود ونقول ايها المؤمن هذه الليالي ليال كرمها الله جل وعلا فتح لك باب لا تغلقه بمعصيه كما انك مدعو للاحتفال وادخال السرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مدعو لادخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه واله على قلب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على قلب جميع الائمه المعصومين كما انك مدعو لان تقوم بتغيير سلوكك ومنهجك تستشعر انني قد جئت الى هذا المكان جئت الى كربلاء قد جئت اهنئ المعصوم بولاده من ياخذ بثاره، اهنئ الامام الحسين على مصابه العظيم، اهنئه بولاده من ياخذ بثاره، فلا بد ان اكون اهلا لان اقدم التهنئه للامام صلوات الله وسلامه عليه. لنبتعد عن فهم مغلوط قد عشناه في فتره من الفترات ونرجع الى فهم الائمه صلوات الله وسلامه عليهم لمسيره الحياه لقد فهمنا باننا نستطيع ان نحتفل في مثل هذه الايام باي شكل من الاشكال لكننا نقول لا نحن نحتفل في هذه الايام بالشكل الذي يرتضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه بالشكل الذي يوصي به فقهاء هذا المذهب حفظهم الله بهذا الشكل نستطيع ان نحتفل ونستطيع ان ندخل السرور الى قلب مولانا صاحب العصر والزمان نعم ينظر الينا نظره وكاننا فعلا مستعدون لنصرته وننظر اليه نظره ونحن نقول باننا فعلا منتظرين لظهوره المبارك الكلام وان كان قد يطول في هذه الليله وان كان قد لا يمكن ان نستجمع جميع اطرافه فنقدمه باقه من الورد مزهوه لهذا المولود المبارك إلا أنه كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله بل نأخذ ضخثا من هنا ورباقة من هنا نقدمها لمن يريد أن يكون من المنتظرين فعلا لهذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قضية لا بد أن نذكرها تعارف المؤمنين تعارف المؤمنون في مثل هذه الايام على بعض الفعاليات اللي موجوده. البعض يمكن ان ياخذ موقف سلبي من هذه الفعاليات. الحقيقه هي كلمه للجميع. لمن يقوم بهذه الفعاليات ولمن ينتقدها ولمن يؤيدها هي الكلمه للجميع. حلقات سابقه تكلمنا في قضية أنه لابد في كل قضية أن نرجع لأهل الاختصاص. يا أخوان الإمام يوحدنا لا نجعل من الاحتفال بالإمام سببا للفرقة. أنا أريد أن أحتفل في هذه الليلة. طريقة احتفالي بهذه المناسبة نعم لابد أن تكون بما يرضيه الله جل وعلا. طريقة احتفال المقابل نعم لابد ان تكون بما يرضيه الله جل وعلا. لكن تحديد ان هذه الطريقة ترضي الله او هذه الطريقة لا ترضي الله مو اختصاصنا نحن. نحن ناس مكلفون ليسوا اصحاب اختصاص حتى نحدد هذه الطريقة الصحيحة او هذه الطريقة الغير صحيحة. انت مكلف كل المكلفين كل زوار الامام الحسين في هذه الليله الليالي القادمه كل من يريد ان يحتفل بمولد الامام ليبتكر طريقه في الاحتفال بمولد الامام لكن لا تخرج عن المساقات الشرعيه العوده لاهل الاختصاص لحلها مثل هذه الخلافات وان كانت خلافات وديه بين ابناء البيت الواحد لكن صاحب الاختصاص هو الذي يحدد لما تاتي وتشوف جماعه يحتفلون بمولد الامام وباي مناسبه من مناسبات الفرح لدى الامام صلاة الله عليه عليهم، نشوفهم الان محتفلين به. لا توجه نقد إلهم على انهم هم الخارجين عن ربقه الاسلام وكانك انت الوصي على افعالهم وافعالك. لا. هؤلاء لابد بما انهم مؤمنين وبما انهم يعني الان يحاولون ان يؤدون نوع من انواع الطاعه لله جل وعلا. احملهم ذلك المحمل الحسن على انهم ليس من المستبعد، ليس من المحتمل ان هؤلاء بمثل هذه الصفات المؤمنه الذين يحاولون ادخال السرور على قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ليس من المعقول انهم لم يتشرعوا أو يسألوا عن كيفية الاحتفال بمولد الإمام لذلك نشوف بعض الأخوة أحيانا لما يستمعون إلى مولد من المواليد لما ينظرون إلى نوع من أنواع الاحتفالات يبدأون بوضع الضوابط الشرعية كأنما هذا خالف الضوابط الشرعية كأنما هذا تجاوز عن الحدود الشرعية كأنما هذا غير مقبول لدى الإمام يبدون يخلون السلسلة الطويلة من الاعتراضات لا يستطيعون ولو ببرهة يعني ولو هيك التفاتة أنه هؤلاء لابد أن يكونوا من المكلفين الذين يعودون إلى فقيه من الفقهاء فهو الذي يصوب عملهم لو حملتهم على هذا المحمل أعتقد سيرتاح بالك وتريح الآخرين من همك وغمك جزا الله المؤمنين خير الجزاء المحسنين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين لطلعته البهية وأن لا يفرق بيننا وبينه وبين أوليائه وآبائه طرفة عين أبدا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته